بمناسبة احتفالها بالذكرى 28 لتأسيسها بالاعتماد الهجري، نظمت اليوم إذاعة القرآن الكريم ندوة فكرية تحت شعار العيش بسلام على أرض السلام. أشرف عليها وزير الاتصال جمال كعوان بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى. وزير الاتصال أشاد بمجهودات الدولة لعصرنة القطاع مؤكدا على تحيين استراتيجية الإعلام، وذلك بالارتقاء بالمهنة إلى مستوى الاحترافية وضمان حق الإعلام للمواطن وحرية العمل والوصول إلى مصدر المعلومة للصحفي مع التزامه بأخلاقيات المهنة. من جهته اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف إذاعة القرآن الكريم منبرا للخطاب الديني المعتدل. إن وضع المواطن في قلب اهتمامات إذاعة القرآن الكريم هو من الأهداف الكبرى التي أنشئت لأجلها هذه الإذاعة ضمن شبكة كبيرة من القنوات الإذاعية بمختلف اللغات والتخصصات عبر كل ولايات الوطن. في هذا السياق يجدر التذكير بالمجهودات التي تبذلها الدولة من خلال استراتيجية قطاع الاتصال الهادفة على عصرنة القطاع من أجل تحسين مستوى الخدمة والأداء، لا سيما في ظل انتشار واسع لوسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني. إننا نحرص كل الحرص على تطبيق وتحيين هذه الاستراتيجية من أجل ارتقاء بالمهنة إلى مستوى الاحترافية العالية التي توفر للمواطن حقه في المعلومة وفي التربية والترفيه، وللصحفي حرية العمل والوصول إلى مصادر الخبر دون شروط غير تلك التي تمليها أخلاقيات المهنة والحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. وما اختيار إخواني في هذه الإذاعة لموضوع العيش معا بسلام في أرض السلام إلا دليل على مواكبة الحدث وعلى مناغمة الخطاب الإذاعي المتميز للخطاب الحضاري الذي تتبوأه الجزائر اليوم عالميا. الجزائر التي أصبحت مدرسة عالمية لاجتثاث التشدد والوقاية منه، مدرسة عالمية لتقاسم تجربة السلم والمصالحة الوطنية.